الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جميعا في المؤتمر الصحفي لمسلسل إذاعي الروائي بميت راجل. أثبتت مشاريع عديدة في السابق أنه التغطية الإعلامية للروايات الروائية أو الخيالية مناسبة وفعالة جدا لرفع المستوى الوعي وإشعال المناقشات حول المواضيع الحساسة، خاصة حول المواضيع الحساسة. فبناء على هذا قامت مؤسسة ومانتي العالمية بسويسرا بجنيفا بالتعاون مع Global Productions في مصر وراديو نساء اف ام بتصميم وإنتاج وتوزيع مسلسل إذاعي روائي يطلق عليه اسم بميت راجل. هو طبعا من بطولة الفنانة القادرة منى زكي والفنانين اللامعين محمود عبد المغني وخالد عليش، مشرفنا النهاردة برضو. والفكرة بشكل عام من المسلسل هو يعني بيطرح قضايا بتخص تمكين المرأة بشكل عام، بناقش القضايا وفي حوارات عن تمكين المرأة. فدور المرأة في المجتمع والعالم العربي بالذات، مؤسسة ومانتي العالمية هي بتهدف انه يكون الرجال والنساء ليهم حقوق متساوية وبيتمتعوا بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وبتهدف ايضا المؤسسة ان تجعل الفتيات والنساء قادرات على تشكيل مستقبلهم وانهم يحرزوا التقدم في المجتمعات اللي هم بيعيشوا فيها. ده بشكل عام المقصد من المسلسل الإذاعي الروائي بميت راجل. يعني أعرفكم بنفسي، أنا اسمي خالد عليش، أنا بشارك في التمثيل في مسلسل بميت راجل. غير كده أنا يعتبر المخرج المنفذ للعمل، اشتغلت عليه من البداية خالص، من أيام ما كان فكرة لسه بس عايزين نعمل حاجة للمرأة أو دور المرأة في الوطن العربي بشكل عام، مشاكل المرأة. فبدأنا أن احنا نشتغل على الموضوع لغاية لما ظهر بشكل بميت راجل. فيمكن أنا ممكن أكلمك على التفاصيل من البداية، لما قلنا عايزين نعمل حاجة عن دور المرأة في مصر أو تهميش المرأة، مشاكل المرأة بشكل عام. فقلنا بدل ما نطلع أن المرأة عندها مشاكل ونطلع أن النتيجة سلبية جدا ومفيش فايدة وهكذا، قلنا طب ليه ما نشتغلش أن لا، هي برغم المشاكل اللي موجودة عندها دي هي ممكن يبقى عندها حاجة إيجابية وممكن تنجح، زي ما نهى في مسلسل بميت راجل. هي نجحت برغم كل المشاكل الكتيرة اللي عندها، هي نجحت في الآخر، قدرت أن هي تكشف فساد كتير موجود في المجتمع، قدرت أن هي تبقى مذيعة مشهورة جدا في الراديو. فيعني المسلسل اللي ما سمعهوش هو مليان أحداث، مش بس أحداث بتتكلم عن المرأة بشكل عام، لا احنا حطينا في قالب درامي يعني، وفي نفس الوقت في كوميديا من بعض الشخصيات، وفي إطار بوليسي هتلاقي من شخصية محمود عبد المغني، شخصية الضابط اللي كان بيحاول يكشف مين هي الشخصية الخفية اللي هي شخصية الشبح. فطبعا انا تشرفت ان انا اكون بشتغل في عمل زي ده، مش بس ان انا بمثل فيه، انا كمان اشرفت عليه من البدايه خالص. ولما يعني قالوا لي تعالى موجود معانا النهارده فكنت مبسوط جدا، لان احنا هنتكلم في حاجه زي كده. بالنسبه لكواليس العمل بقى والشغل مع الفنانه منى زكي ومحمود عبد المغني وكل الفنانين اللي اشتغلوا معانا، هو كانت حاجه ممتعه جدا، لان احنا كلنا كنا مؤمنين بالقضيه اللي احنا بنشتغل عليها. احنا مش مجرد بنعمل مسلسل كده وخلاص يلا بينا نسجل مسلسل، لا احنا كنا مؤمنين بان احنا بنعمل المسلسل ممكن الناس تطلع منه مستفيده في الاخر. يعني هطلع بعد ما اسمع المسلسل ده عندي اقتناع شديد جدا ان لا، ما ينفعش ان انا ابص للست ان هي اللي بتسوق العربيه ابص لها بصه مش حلوه، يعني انت ازاي ست بتسوقي عربيه، او العنف الاسري، التحرش في الشارع، كل المشاكل دي انت تحاول تعالجها من خلال المسلسل الصغير اللي احنا عملناه. لو اعتبرنا ان هو مشروع صغير بس نتمنى ان الفيدباك بتاعه يكون كبير. احنا هو بقالنا سنه لغايه دلوقتي مخلصين المشروع، ولغايه دلوقتي يعني زي ما قال اسامه اكتر من حوالي 11 اذاعه لغايه دلوقتي تقريبا ذاعته، ومازال يعني لسه موجود. فيعني انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم النهارده، ويعني هسيبكم مع اسامه وجاهزين بعد كده بقى لاي اسئله ان شاء الله.
وده كان شغال مش باك اند فورث. بس ندي نبذه عن المسلسل نفسه. والمسلسل بيتكلم عن قصه نهى. نهى اللي طبعا بتقوم باداء صوتها الفنانه منى زكي، صحفيه عربيه رغم كفاءتها ومهاراتها العاليه، يعني بيدوها زي ما تقولوا كده دور بسيط او منصب بسيط جدا في الصحافه اللي هي في محطه الاذاعه اللي هي بتبقى اذاعه فرعنه اف ام، فبيبقى ليها دور بسيط جدا، فهي ما بتبقاش راضيه بشكل عام عن المنصب ده. فطبعا عشان تحقق طموحاتها كمحققه صحفيه، هي من خلال عملها والحياه الخاصه بيها وعلاقاتها الاجتماعيه بتطرح نهى افاق جديده على مجموعه واسعه من القضايا الاجتماعيه، وخاصه على دور المراه في المجتمع والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمراه ومشاركتها في الحياه العامه والكلام اللي اتكلمنا فيه. فانا كنت عاوز العب او تو بلاي ثلاث مقاطع من المسلسل، اول واحد ان شاء الله عشان تاخدوا بس فكره عامه عن القضايا اللي بيطرحها المسلسل، وبرضو تحسوا عن تاخدوا فكره عن المسلسل نفسه بشكل عام. نبدا بالمقطع بتاع مكان المراه في العمل.